وينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور حسين الشارف. دكتور حسين، يعني كيف تقيم هذا الإجراء من قبل رئيس مجلس النواب؟ أولا بانتقاد مذكرة التفاهم، ثانيا بمخاطبة الأمم المتحدة. نعم سيدتي، هو الإجراء الذي قام به السيد عقيلة صالح هو إجراء يعني صحيح 100%، وهو بعث رسالة للأمم المتحدة بأن من فوضتوهم بأن يديروا شؤون ليبيا هم الآن يعبثون بها، وهم الآن يخلقون مشاكل سواء كانت في الداخل الليبي أو على المستوى الإقليمي وعلى دول الجوار، لأن هذه الحكومة أو المجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج لم واتفاق الصخيرات برمته لم يتم تعديل الإعلان الدستوري، ولم يتم تضمين هذا الاتفاق المسمى بالصخيرات إلى الإعلان الدستوري لكي يكون تحت شرعية مجلس النواب. هذه الحكومة أو هذا المجلس أتى به الخارج، وهو الآن يعبث بأمن ليبيا ويعبث بالأمن القومي الليبي وكذلك بالأمن الإقليمي. الآن هم يعني يضعون أيديهم في أيدي الأتراك من أجل، ليس من أجل ترسيم حدود بحرية، الجغرافيا البحرية تقول أن تركيا لا قبالة لشواطئ شواطئ ليبيا بشواطئ تركيا، ولا يوجد أي يعني أي 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 يعني أي ممر بحري بيننا، بقدر أنهم يريدون أن يضعوا قاعدة عسكرية في مدينة أصليتن لكي تقوم بالدفاع على مدينة مصراتة، وكذلك تهدد الأمن القومي المصري، لأن يوجد لدى الأتراك قاعدة عسكرية في السودان. هنا يريد إرسال أردوغان رسالة واضحة وصريحة بأن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي الآن أصبح بين كماشتي الأتراك. للأسف الشديد أن حكومة العمالة الموجودة في طرابلس والتي تم الاعتراف بها من المجتمع الدولي والتي فرضت على إرادة الشعب الليبي هي من تحاول الآن زرع المستعمر التركي مرة ثانية. مجلس النواب عليه مسؤوليات أكبر من ذلك، عليه أن يخاطب الدول العربية التي لا زالت تعترف بهذا المجلس ولا زالت توجد بها البعثات الدبلوماسية، عليهم يطالب بطرد كل البعثات الدبلوماسية الممثلة للمجلس الرئاسي الذي يريد زرع تركيا من جديد في قلب الوطن العربي وكذلك تهديد الأمن القومي للدول العربية. طيب يعني أيضا في هذا الصدد تصريحات غسان سلامة والتي وجه فيها انتقاد أو اتهام ضمني لتركيا بتهديد أمن وسلامة ليبيا بأن وضعت يدها في يد أحد أطراف الأزمة، تأثير هذه التصريحات؟ والصراحة غسان سلامة، يعني دائما أنا أكرر وأعيد بأن البعثة الأممية مكتملة هي دورها المشبوه في ليبيا منذ عام 2011. غسان سلامة آخرهم، وهو يعرف جيدا أن فايز السراج والمجلس الرئاسي قابع تحت الميليشيات وكذلك تحت أفكار الإسلامويين سواء كانوا جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة الليبية الإسلامية المقاتلة. غسان سلامة هو من حارب جيش الوطن الليبي عديد المرات في مجلس الأمن، وقال أن يجب أن يكون هناك حل عسكري بقدر ما أن يكون هناك حل سياسي. حل سياسي مع من يا سيد غسان سلامة؟ وأنت من فوضت وأنت من قوضت العملية السياسية في ليبيا، وأنت من تحاول أن ترجع هؤلاء من الباب الخلفي لأسد الحكم في ليبيا. كذلك غسان سلامة هو الداعم والرافد الأساس للمجلس الرئاسي، لأن المجلس الرئاسي هو النبتة الخبيثة التي زرعتها الأمم المتحدة في ليبيا. ما يقوله غسان سلامة وما يحاول انتقاده لهذه الحكومة، حكومة العمالة، إنما ينتقد نفسه وينتقد في الأمم المتحدة التي كلفته وبعثته وجعلته مبعوثا ساميا لها في ليبيا. إذن من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور حسين الشارف، شكرا جزيلا لك.